مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد حسب مصالح الأرصاد الجوية، فالأجواء ستكون غائمة جزئيا على السواحل الوسطى وحتى الشرقية، لكن ستكون مرفوقة بأمطار احتمالا تكون رعدية، هذا على السواحل الغربية وحتى المناطق الداخلية الغربية الوسطى والشرقية، احتمال زوابع رملية، هذا على مناطق الهضاب العليا الوسطى والغربية. بالجنوب الجزائري استقرار تام لكل العناصر الجوية، لكن سحب عابرة ستنتشر بشمال الصحراء منطقتي الثورة والواحات. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد إذن درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 9 درجات إلى 8 درجات بالنسبة للولايات الساحلية، 4 درجات بالجلفة، 3 درجات بالنسبة لأم البواقي وتبسة، 6 درجات بباتنا، 5 درجات بالبيض، لن تتعدى 10 درجات بشمال الصحراء، 13 بإليزي، تيدوف، 14 بأدرار، 15 بعين صالح، 20 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب الجزائري. عن ظهيرة الغد إذن الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما ارتفاع، وخاصة بالنسبة للسواحل لتقارب 22 درجة، هذا بالنسبة لوهران أو أقول بالعاصمة، 21 درجة بعنابة سكيكدة، 20 درجة بوهران مستغانم وتلمسان تيزي وزو، 14 بالجلفة والبيض، 16 بباتنا، لن تتعدى 22 بشمال الصحراء، 29 درجة بالنسبة لإليزي، 31 بتندوف، 30 درجة بأدرار، 29 بعين صالح، 38 درجة ببرج برج مختار إنكسان. للملاحة والصيد البحري، نهار الغد البحر سيكون مضطرب إلى هائج، وخاصة على السواحل الشرقية، سرعة الرياح لتقارب 60 كيلومتر في الساعة، 40 كيلومتر على السواحل الوسطى و30 كيلومتر على السواحل الغربية. هذا بالنسبة لنهار الغد. بالنسبة للأيام القليلة القادمة نستهلها يوم الثلاثاء، اضطراب جوي مرفوق بأمطار احتمال أن تكون معتبرة، وخاصة على المناطق الغربية وحتى الوسطى، هبوب رياح قوية نسبيا بالنسبة للسواحل الشرقية وحتى المناطق الغربية، مع تساقط للثلوج بالنسبة لقمم المرتفعات الداخلية الشرقية. درجات الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما انخفاض، وخاصة على الولايات الداخلية، مقاييس ما بين 10 درجات إلى 21 درجة بشمال الوطن، 24 بشمال الصحراء، 34 بأقصى الجنوب الجزائري. يوم الأربعاء سيتواصل الاضطراب الجوي الذي يبقى دائما مرفوق بأمطار احتمال أن تكون رعدية بالولايات الوسطى، لكن هذه المرة ستمتد إلى شمال الصحراء، لكن الأجواء مشمسة تماما بمنطقة الواحات، مناطق الجنوب الشرقي للوطن وصولا إلى أقصى الجنوب سيكون في استقرار لدرجات الحرارة القصوى. يوم الخميس بحول الله أمطار في الموعد، هبوب رياح قوية نسبيا بالنسبة للمرتفعات الداخلية، لكن الأجواء غائمة جزئيا بالنسبة للولايات الشرقية سواء بالنسبة للسواحل وحتى الولايات الداخلية، صفاء تام ستشهده إذن أغلب المناطق الصحراوية. أما عن وقت شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحها لنهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و50 دقيقة. عناوين مصلحة الأرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على المتابعة، في أمان الله.